بسم الله الرحمن الرحيم. فالخير، احنا النهارده هنبتدي نعمل سمك ورز في الالترا. احنا معانا اللانش الصغيره دي، هنحط فيها اي حاجه، نحط ممكن منها النضاره، ممكن نحط فيها الجوانتيات. تمام، احنا هناخد دلوقتي جوانتي، وبعرفنا اللانش الصغيره دي هنحط فيها جوانتيات. معانا النهارده الالترا، الالترا دي من المنتجات المميزه قوي في تابر وير. بنعمل فيها كل حاجة، بنعمل فيها فراخ، بنعمل فيها بط، بنعمل فيها السمك، بنعمل فيها الرز، بنعمل فيها كشري، بنعمل كل حاجة عايزين نعملها بنعملها. بنعمل الكيك. تمام، عندنا سليم لاين، سليم لاين ديت لتر، ممكن برضو بنحط فيها لبن، اي سوائل، او بنحط فيها بقوليات، او بنحط فيها رز. شغاله معانا في كله، يعني بتحافظ لي على الحاجه، مش بتسوسها خالص، ولانيه وكمان محكمه، وليها هنا. بصوا كده، دي لو انا عايزه انزل حبه حبه من السوائل، وليها فتحه تانية كبيره. دلوقتي هنبتدي بنعمل، نتكلم عن الالترا. ومعانا عروض تانية الترا. الالترا نازله معانا بكذا مقاس، المقاس اللي هو 5 و7. تمام، 3 و3 ودي 5. اوكي، دي اللي نازل منها المدور، ودي نازل منها المستطيل. تمام، ودي الاتنين لتر، دي الاتنين صح؟ دي الاتنين لتر معانا. دي انا ممكن ادخلها الفرن من غير غطا، ممكن ادخلها بالغطا. في حاجتين ان انا اشيل فيهم الغطا، الكيك والمكرونه البشاميل، دي اللي انا هشيل فيها الغطا. تمام، الغطا دوت انا ممكن بستعمله كده، ممكن انا بحط شرايح بانيه، بحط كفته، بحط سجق، بحط شعريه، عايزه احمر شعريه. اساسا هي كل، يعني كل استعمالها بدون دهون، لان هي صحيه، ما بحطش دهون فيها خالص. المية مش بحط فيها كتير مية، لانها بتعتمد على دورة المياه اللي فيها. بحطها في الفرن، في الفريزر، في المايكرويف، مش بحطها في الفرن الكهرباء. لما بحطها في الفرن مش بنحطها تحت الشواية، لا احنا بنحطها في نص الفرن. بنسيب 5 سنتي يمين وخمسة شمال وخمسة فوق، يعني بنبعدها كمان عن الشواية. تمام، طيب هنبدأ النهاردة. احنا معانا سمك بولتي، هنحط كده وهنشرحه كده بالنص. بحيث ان الحياء بتاعنا يدخل جوه. معانا ليمون. نحط جوه كده الليمون. يبقى احنا النهارده هنتبلها بالليمون بس. هنتبل الليمون كده. انا حطيت جوه الليمون، هناخد التانية. احلى حاجة ان هي مش كلها بتحمر معانا، ومش بتحتاج دهون خالص. حتى ما بتيجي بتدوقي طعمها بتلاقي طعمها مختلف جدا. كده احنا حيقناها خلاص بالليمون. هنحط ملح وفلفل وكمون، ولو عندي خلطة السمك. معانا المعلقه دي من تابر وير. عايزه اقول لكم بنتي من احلى المعجبين بالمعالق بتاعه تابر وير. كده طبعا انتوا عارفين ان السمك بيحتاج كمون كتير، فانا
هرش من جوه كده كمون ومن فوق كده. وعارفين كمان ان الكمون ده مفيد للمعدة صح؟ صح مفيد جدا كمان. تمام كده هنحط الثوم، ولو عايزين بقى نحط الحياء كله مع الثوم مع كل حاجة مش مشكلة، نحطه كله مع بعض عادي خالص. الناس مش بتحب توم كتير، ليمون عشان اللحم السمك يشربها كويس. تمام وبعدين التتبيله وراه. دي البوله ال 200 مللي اللي معانا في العروض. دي بوله معانا في العروض، دي بوله 200 مللي اهي. ممكن نعمل اكلات ايه تاني بقى في الالترا؟ ممكن نعمل مكرونه بشاميل، ممكن نعمل كشري. الكشري لما بنعمله بنحط كل حاجه في نيه، الشعريه بنحطها معانا في الغطا ونحطها كده في الفرن من غير دهون من غير حاجه. الشعريه بتحمر تبقى عادي اكنك بتحمريها بالزيت. بنحط المكرونه نيه يا دوبك بس بنسلق العدس سلقه كده بسيطه، وبنجمعهم كلهم ونحطهم في الالترا ونغطيهم. خلاص كده بيطلع لنا الكشري كله سهل. ده كده بيوفر عليكي ان انت بتعملي كله في حاجه واحده، وتاني حاجه ان هو ايه من غير دهون وصحي. تمام كده احنا خلصنا السمكه، ما خدتش معانا وقت خالص. في ناس بتحب تحط زيت من فوق، احنا مش هنحط زيت عشان نعرف ازاي هي بتحمر من غير زيت. تمام كده هنسوى في الميكرويف بعد كده او فرن البوتاجاز لو احنا في البيت، في فرن البوتاجاز عادي. ممكن نسوي فرن البوتاجاز وممكن في المايكرويف. ولو انت عايزه تجهزي الاكله دي وتعينيها في الفريزر، ممكن اجهزها واحطها في الفريزر واطلع على الفرن على طول او على من الفريزر على التسويه على طول. عادي ما مش لازم استنى لما تسيح ولا حاجه. يبقى احنا لو واحده ست موظفه ممكن توضب حاجتها في الفريزر في الالترا هتطلع على التسويه على طول. وممكن اعمل مكرونه بشاميل اجهزها واغطيها احطها في الفريزر، وممكن لما اجي من الشغل اروح مجهزه على طول على الفرن تدخل على اي وقت على طول. تمام. ولو انا مستعجله كمان عايزه اعمل بانيه وعايزه اعمل مكرونه بشاميل على طول هعمل كده اهو على البطاطا احط البانيه واكون مجهزاه ومتبلاه. وبيدخلوا الاثنين الفرن مع بعض بتبقى اكله مع بعض كده. تمام احنا خلصنا تقريبا. البانيه بانيه في الغطا والمكرونه لا مش متغطيه. احنا كده هنرجع تاني بعد التسويه، بس هنرجع لكم بعد لما نسوي.